السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا وين وصلت الماشينه نتاع الحفر، يعني الماكينه العملاقه البورينج ماشين، ما يسمى البورينج ماشين، واللي الان وصلت الى محطه حسن بادي، وهي اخر محطه في يعني الخط التوسيع نتاع مصر والجزائر باتجاه المطار. اذا وصلت يعني الماكينه نتاع الحفر نتاع النفق نتاع المترو، اذا نتاع التوسعه هذه وصلت الى اخر محطه، وهي محطه حسن بادي في بحي بلفور. اذا نخليكم تتابعوا الصور نتاع الوصول نتاع المحطه هذه الى نفق الى محطه حسن بادي. والسلام عليكم. Thank you.